تهدئة لإنهاء التمرد أم لتأجيله؟ سؤال تعز الذي يرافق هدنة حذرة فرضتها لجنة رئاسية بين قوات الجيش والكتائب المتمردة عليها. وقد أفضى اقتراح تهدئة موقع من محافظ المحافظة إلى انسحاب كتائب أبو العباس من مبنى الأمن السياسي. تم استلام مقر الأمن السياسي بالتفاهم مع جميع الأبناء المتواجدين هنا وأيضا قياداتهم، متفاهمين على أن يتم تسليم المقر مبنى الأمن السياسي إلى مدير الأمن السياسي. يقضي الاقتراح بتسليم أبو العباس الأمن السياسي وقلعة القاهرة لقوات من الحرس الرئاسي، فيما تنسحب قوات اللواء 22 ميكا من منتزه زائد وفندق الإخوة لصالح قوات الشرطة والقوات الخاصة. كانت تعز قد شهدت الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وكتائب أبو العباس المدعومة من الإمارات على خلفية عرقلتها لانتشار اللجنة الأمنية المكلفة بتعقب المطلوبين أمنياً والخارجين على النظام والقانون. الحملة الأمنية وفق مصادر فيها أكدت تحقيقها نجاحات كبيرة، حيث قبضت على بعض المتهمين بالاغتيالات ونشر الفوضى داخل المدينة في الوقت الذي سيطرت فيه على حيي الجمهوري والجحملية. قيادات في الجيش اتهمت أبو العباس بتوفير الحماية لبعض القتلة، منهم المتهم بقتل رضوان العديني قائد لواء العصبة الذي تم اغتياله في يونيو الماضي. وأفادت القيادات العسكرية بهرب بعض المطلوبين إلى المدينة القديمة التي تسيطر عليها الكتائب. مطاردة كل العناصر الإرهابية، ولن يبقى إن شاء الله إرهابي داخل هذه المحافظة. يقوم الجيش في تعز بمهمة صعبة وفق متابعين، ففي الوقت الذي يحمي حدود المدينة من ميليشيا الحوثي يتلقى الطعنات الغادرة من الخلف ومن كتائب محسوبة عليه، لكنه مع ذلك مصر بحسب بياناته على مواجهة القتلة من الداخل، مسنودا بأبناء المدينة الذين لا خيار لهم سوى الوقوف مع جيشهم ضد الميليشيات المتمردة كما تقول هتافاتهم.